المتابع ينضم إلينا من بروكسل مراسل الغد سلامة عطلة. سلامة، نتائج الاجتماع الذي يعد الأول بين الدول الخمس في غياب أمريكا منذ انسحابها من الاتفاق. هو حلقة في سلسلة من مشاورات على مستويات مختلفة بين الاتحاد الأوروبي وأهم دول فيه مع باقي الأطراف وكذلك إيران للحفاظ على مكتسبات الاتفاق النووي الإيراني، واعتبار بأن رفع العقوبات وتعميق التبادل التجاري والاقتصادي مع إيران هو من ضمن هذا الاتفاق. هناك إشارة أوروبية لافتة بأن حماية المصالح القائمة المشاريع القائمة داخل إيران من مسؤوليات والتزامات التزامات الدول الموقعة على الاتفاق، وبالتالي هناك ربما استعداد أوروبي لمواجهة الولايات المتحدة وتحميلها المسؤولية عن أي أضرار قد تطال وستحدث هذه المشروعات الأوروبية الكبيرة داخل إيران. ولكن من الذي سيلوم الآخر؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعرض مشروعا بديلا عن الاتفاق النووي أمام الأوروبيين، أكثر ضغطا باتجاه إذا طهران، وبالتالي هل تناول سيواجه الاجتماع الأوروبيون أيضا سلامة ربما مناقشة نص موسع للاتفاق أم تم تكريس الاتفاق الحالي فقط؟ يعني ذكرت الآن أن يعني من المعروف أن الولايات المتحدة قد قدمت بديل آخر، هل تم طرح ذلك في الاجتماع؟ العنوان كان واضحا بشكل كبير، الحفاظ على مكتسبات ومميزات الاتفاق النووي الإيراني. والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت بلن النافية للمستقبل بأن الاتحاد لن ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني، ولكن هي مناورات، هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الإبقاء على المميزات دون بقاء الولايات المتحدة؟ هذا السؤال الكبير الذي يحاول الأوروبيون إيجاد إجابات عملية له عبر ربما إحداث نوع آخر من التعامل مع إيران يمكن أن يوفر لها بعض الامتيازات، وفي المقابل يحصل الأوروبيون على أرباح من خلال التعاملات التجارية. إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا بدأوا يشكلون نواة تعامل جديدة وقناة جديدة مع طهران للحفاظ على هذه المصالح وإنشاء ما يشبه سيركل مالي لحماية هذه الشركات من أي عقوبات اقتصادية مالية. حتى هذه اللحظة الأوروبيون لا يزالون في مرحلة الخضة بعد أن أرسلوا يعني أعتى مستويات الدبلوماسية لديهم، أرسلوا الرؤساء لإقناع ترامب بالعدول عن قراره ولكن لم ينجحوا في ذلك، وبالتالي هم يحاولون إيجاد حلول عملية. والاستسلام حتى هذه اللحظة غير وارد من الناحية الأوروبية، من سيخسر أكثر من سيربح أكثر بالنسبة للأوروبيين، المسألة كما قال الرئيس ماكرون هي مسألة سيادة. طيب سلامة، يعني ما هي الضمانات التي من المقرر أن تقدمها أوروبا لحماية التجارة مع طهران ومن ثم الإبقاء على الاتفاق النووي؟ الأوروبيون مطالبون من الطرف الإيراني بأن يستمروا في مشروعاتهم واتفاقاتهم التي وقعوها مع طهران، وبموجبها يعني تخلت إيران عن نشاطها النووي. ولكن حتى هذه اللحظة الأوروبيون لم يفعلوا سوى قانون المنع الذي يحمي بعض الشركات الأوروبية من التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، ولكن لهذه الشركة أمام هذه الشركات أمام الكثير من العقبات، أولاها بأنها مضطرة لعدم التعامل الدولار ومضطرة لعدم تمرير بياناتها عبر الولايات المتحدة الأمريكية ومضطرة لإغلاق فروعها هناك، وبالتالي المخاسر كبيرة بالنسبة للشركات. هل سيستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحمي هذه الشركات أم لا؟ هذا سؤال لا يزال مفتوحا، ومفتوحا باتجاهات إقليمية أيضا، ربما يتجه الأوروبيون لشراكات أكبر وتقارب مع موسكو وكذلك الصين لتعويض خساراتهم ولتشكيل جبهة ممانعة إذا صح التعبير أمام تراجع ترامب عن الاتفاقيات والتوافقات الدولية من بينها المناخ واتفاق إيران النووي. شكرا جزيلا لك من بروكسل، كنت معنا مراسل الغد سلام عطلة.